حسن ارجع تاني يلا يمين كويس ارجع تاني يلا 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 شمال هوب امسك مره واحده كويس يلا تاني تاني ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني يلا فوق هوب كويس هوب روح 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 يلا عبد الرحمن ويت ويت حمد حمد ايه 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 اجي اجي نرجع ورا ونركز شويه يلا عبد الرحمن ها هوب تمام هوب اوكي تمام تمام كمل كمل وارجع تاني ها تمام ها احسن برافو عبد الرحمن هوب ها هوب Claudie, go! No! Claudie! Bravo, bravo, Claudio, bravo, Claudio! Okay, hey! Ah, Ahmed! Okay! Ah, hop! Ahsen, Ahmed! Tamam! Tamam, hop! Ahsen, hop! Okay! Ah, Mohamed Gil El Hamida! Ah! ده بطل خالص بطل واحد سنة وسنة ولا اتنين وجابوه عشان عادل هيك ال كويس كويس برافو ناين هاي هاي هادي شركة الأكاديمية ايه ده ايه ده ها اقوم فوق فك رجليك فك رجليك طيب هتحرك ما بين الكور ولما الاقي كوره المسها بايدي بالراحه مش عايز اتنين على كوره قوم يا سعيد كويس قوي يا يوسف هاي يا يوسف برافو مش هحرك الكور الكور مش بتتحرك علي الناس اللي بتقع روح يا كريم برافو اوكي روح روح Yeah.
كثير من نجوم كرة القدم لا يعرفون إلى أين ستكون وجهتهم بعد اعتزال اللعب، فمنهم من يهجر اللعبة، ومنهم من يختار التدريب، وبعضهم يتجه إلى الإدارة، وقليل منهم من يتجه إلى الإعلام. لكن نادر السيد حارس مرمى المنتخب المصري لسنوات عدة، والذي دافع عن ألوان فرق عدة محلية وأوروبية مثل الزمالك والاتحاد المصري وجولدي وبروج البلجيكي وكرياريتوس اليوناني قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية مع الأهلي المصري، حدد مسيرته العملية بعد اعتزاله اللعب، حيث جمع بين الإدارة والإعلام وأصبح مديراً لشركة الأهلي للإعلام ومذيعاً في قناتها. لكنه لم يهجر البساط الأخضر بعدما عاوده الحنين إليه، فقرر تنفيذ فكره الإداري ونقل خبراته الاحترافية للناشئين، فقام بافتتاح أكاديمية تحمل اسمه في عدد من الأحياء الراقية في ضواحي القاهرة بحثاً عن الموهوبين. لا تهدف أكاديمية نادر السيد إلى الربح المادي، وإنما تهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها وإعدادها بدنياً وسلوكياً. رغم خبرات نادر السيد وشعبيته الكبيرة، إلا أنه وبما يملك من فكر إداري أدرك أن النجاح المنتظر لن يتحقق إلا بالاحتراف والتخصص، فأسند مهمة المدير الفني للدكتور ماجد مصطفى أحد خبراء كرة القدم دراسة وممارسة، ومعه نخبة من المدربين المتميزين. هدفنا هنا مختلف تماما عن هذه العملية، فاحنا بنهتم بالجانب الحركي للطفل وبنأسسه زي ما قلت عشان نقدر نأسس عليه مهارات كرة القدم بعد كده. احنا بنلتزم بالجانب السلوكي والنظامي والتربوي، وبنهتم بالجانب الغذائي، وبنهتم بالجانب الصحي، حتى احنا بنعمل شهادة فيها وضع للمستويات البدنية والمهارية والحركية والانتظام والأداء الحركي بتاع الولد، وبنعمل قياس للحالة القومية من ضفر رجله لشعر راسه، وبنسلم هذه الشهادة لولي أمره كل 3 شهور. الإقبال على الأكاديمية كبير، حيث تحرص الأسر على اشتراك أبنائها على أمل أن يكون من بينهم نادر جديد أو محمد أبو تريكة، وربما حسام حسن أو محمد عمارة أو ياسر رضوان، حتى أبناء النجوم المعتزلين انضموا إلى الأكاديمية. إن الفكر زمان كان لما تيجي تقول لولد صغير مين يجي يقف جون، ما كانش حد يرضى يقف جون. حاليا دلوقتي الفكر اتغير، والإنترنت والماتشات الأوروبية اللي التلفزيون المصري بيحاول يجيبها لنا، الولاد دلوقتي بيبقى بيتخانقوا على إن هم عايزين يبقوا حراس مرمى. زائد إن كمان إن أنا في أكاديمية المفروض إن صاحبها
كابتن منتخب مصر، ده مخلي الاولاد يبقوا حابين ان هم يبقوا موجودين في الاكاديميه. احنا عندنا ثلاث مراحل في الاولاد الصغيرين. المرحله الاولانيه اللي هي من 3 سنين ل 6 سنين، عندنا اولاد بيبداوا من 3 سنين و4 سنين، بتبقى دي مرحله الطفوله المبكره وبنعلم فيها الاولاد المهارات الحركيه الاساسيه. بعد كده بينتقل لمرحله اللي هي من 6 ل 9، ودي احنا برضو بنركز فيها على المهارات الحركيه الاساسيه وبنطور فيها علشان يخش بعد كده على مرحله من 9 ل 12، ودي مرحله الطفوله المتاخره اللي بيبان فيها بقى اذا كان اللعيب هيقدر ان هو يخش معانا في لعبه كره القدم بشكل تخصصي ولا لا. اهداف الاكاديميه لا تقتصر على اكتشاف المواهب او صقلها واعدادها فحسب، وانما تكوين شخصيه الناشئ فكريا وصحيا ورياضيا. عايز العب زي بابي عشان هلعب في بروج والزمالك والاهلي والمنتخب. عاوز ابقى لعيب كره في نادي الاهلي. انا بلعب باك رايت ونفسي ابقى لعيب كره في النادي الاهلي. الاشتراك في أكاديمية نادر السيد لا يقتصر على المصريين وحدهم، فهناك جنسيات عدة: فلسطينية، سعودية، أسبانية، ولاعب من غواتيمالا. جيت أكاديمية كابتن نادر السيد عشان أطلع جول كيبر كبير جدا وأحقق ماتشات كتيرة وألعب في الدوري لجمهورية مصر، ولسه بقى أكبر جول كيبر في جمهورية مصر العربية. ياسر رضوان، بابايا كان بيلعب في منتخب مصر ظهير أيمن، وأنا عايز أبقى ألعب في منتخب مصر جول كيبر. Hello, I am Claudio Jose Funes Perez. I come from Guatemala. I'm here in Egypt because of my dad's work. I chose Nader's side because of I wanted to perfect being a goalie. Je m'appelle Ayman, je viens d'Egypte. Je suis ici pour m'entraîner car je veux devenir un joueur de foot professionnel. Yo me llamo Omar. Yo soy un player grande. معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا التحية لنادي السيد. السيد ده صارنا الشعب المصري، هنكون فريق أكبر لاعبين نادي الربوة، نكون معانا أبو تريكة إن شاء الله. استوان تبعاني تحية، تحية بينا من فريقين نادي الربوة، نادي إسماعيلي، نادي الزمالك، نادي محلة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله التحيه فريق اكبر فريق نادي السيد، صار ناخذ اكبر كاس الدوري دوري الشعب المصري ان شاء الله. منتخبنا كان محمد وسيم، تحيه نادي الجزيره. اولياء الامور يحرصون على متابعه التدريبات ويشجعون ابنائهم على حب الرياضه وممارستها، ويرتبطون مع إدارة الأكاديمية والمدربين بعلاقات إنسانية، ويشاركون في الأنشطة الترفيهية التي تقام مرة كل شهر للاحتفال بأعياد ميلاد اللاعبين. سبب أن أنا أجيب هادي ابني أن هو نادر صاحب الأكاديمية، يعني هو نادر العامل الأكاديمية، فأنا عارف دماغ نادر وعارف فكر نادر بيفكر إزاي، وعارف أنه هيعمل حاجة كويسة، وما بيجي يعمل حاجة بيعملها صح. شايفين الادوات الموجوده، ادوات كلها على مستوى عالي جدا، سواء المدربين او الادوات الخاصه بالملعب او النظام بتاع الاكاديميه. بالاهتمام اللي عامله كابتن نادر والبقيه الزملاء اللي معاه، بانهم فعلا قاطعين من وقتهم ومجهودهم وحاجات كتيره جدا، لانهم عارفين اهميه الرياضه، هم جربوها وعارفين قد ايه الرياضه مهمه للشباب وللشابات طبعا. التدريب في الاكاديميه غير روتيني ويعتمد على الاسلوب العلمي ومواكبه التطور العالمي والاحتكاك بالمدارس الاوروبيه من خلال المعسكرات الخارجيه التي تستعد الاكاديميه لتنظيمها. اشرف محمود، الجزيره الرياضيه، لبرنامج الصباح الرياضي، القاهره. إذن مشاهدينا، من بعد ما تابعنا هذا التقرير خير من يطلعنا أكثر عن هذا الموضوع، يضعنا في أجواء مثل هذه المشاريع لمدارس كروية متخصصة. يسعدنا أن نستضيف معنا كابتن نادر السيد، وهو حارس منتخب مصر السابق، حارس ناديي الزمالك والأهلي، واحترف في عديد من الأندية الأوروبية. كابتن نادر، صباح الخير بداية. أكيد نود أن نتحدث معك أكثر عن هذه التجربة، ودعني أبدأ بسؤالك عن النقلة النوعية التي عشتها أنت على الصعيد الشخصي ما بين لاعب سابق في الملاعب والآن إلى تأسيس أكاديمية متخصصة لاكتشاف مواهب جديدة. حدثنا عن هذه النقلة.
اولا تحياتي يعني لكل القائمين على العمل في الجزيره الرياديه، لان يكون ان انتم تحطوا الضوء الحقيقه على شيء يعني زي الاكاديميات او الحاجات التاهيليه للاعبين، فده بالتاكيد ده شيء يحتسب ليكم، لان بالتاكيد ان ده كمان على نفس النهج اللي انتم بتعملوه بالارتقاء بالرياضه وبشكل عام وكره القدم بشكل خاص. انا بشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وطبعا ندخل في الموضوع الاساسي الحقيقه، يعني لما جيت فكرت في الاكاديميه، مش في بعض الناس ممكن يفكروا فيها كتربح مادي او مشروع استثماري، انما مش ده الهدف الاساسي بتاع الحقيقه. انا بخبراتي كلاعب سابق ان انا عايز ابتدي اللاعبين يبتدوا من حيث ما انتهيت، وفي نفس الوقت كمان ان انا احط الاهداف والخبرات اللي انا استفدت بيها طول المشوار الاحترافي بتاعي سواء داخل مصر او خارج مصر او مع المنتخب المصري في اللاعبين. فانا كل اللي اتمناه الحقيقه ان انا يطلع لاعب من الاكاديميه او اثنين او ثلاثه او اربعه يكونوا يرتقوا المستوى الاحترافي وفي نفس الوقت كمان مستوى المنتخب المصري. نعم سيد نادر، السيد ارحب بك بدوري لنتحدث معك عن هذا الشان، عن اكاديميه نادر السيد. بكل تأكيد بأن اسمك نادر هو أيضا عامل جذب لأولياء الأمور، لأنهم يثقوا في نادر السيد ويثقوا بالنجوم المعتزلين مثل نادر السيد ومحمود الخطيب. إلى أي مدى أنت راضي عن هذه الأكاديمية وعن عملك الآن، خاصة إذا استمعنا مثل قبل قليل التقرير قال بأن أكاديمية نادر السيد لا تبحث عن الربح المادي، إذا كيف تشغل هذه الأكاديمية نادر؟ والله انا اللي انا فكرت فيه، لان كل الحقيقه يعني الابهات والامهات بيسعوا ان الاولاد يكونوا يشاركوا بشكل كويس وشكل منظم، وفي نفس الوقت كمان الحفاظ على المجتمع، لان خلينا نكون واقعيين كتير من الابهات والامهات في الوطن العربي بشكل عام يتمنوا ان اولادهم يطلعوا رياضيين او يطلعوا لعيبه كوره بشكل خاص يعني. فكل اللي انا عملته ان انا يعني جمعت كل الاطراف لهدف واحد هو هدفه اولادنا، عشان كده مثلا ابني موجود في الاكاديميه، ابن ياسر رضوان موجود، ابن محمد عماره موجود، يعني ابن محمد فضل لاعب نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر موجود، الحقيقه عشان خاطر كلهم يجتمعوا ان احنا نطلع لاعب كويس. فجمعت اولياء الامور، يمكن حضرتك شفتوا يعني اخر بالمصادفه ان كان في اليوم عيد ميلاد الاولاد في الاكاديميه اللي بنعمله كل شهر، اولياء الامور موجودين، الاولاد موجودين، والمدربين على اعلى مستوى الحقيقه موجودين، وفي نفس الوقت كمان الخبرات اللي استفدت بيها موجوده. يعني انا عملت لسه في مرحله تاسيسيه في الاكاديميه، انما ان شاء الله عندي اهداف مستقبليه احققها ان شاء الله من خلال الاحتكاك بالمدارس الاوروبيه، من خلال الاحتكاك بالانديه المصريه، وبعد كده في الاساس في الاخر ان انا اطلع لاعب يكون جدير ان هو يلعب في الانديه المصريه الكبيره او الانديه الاوروبيه ان شاء الله في المستقبل القريب. طبعا ان شاء الله هذا المأمول واضح من مثل هذه الاكاديميات، لها اهداف على عده اصعده رياضيه اجتماعيه ايضا كما تحدثت. طب لو ندخل اكثر في التفاصيل، يعني فيما يتعلق بما تقدمونه من برامج وانشطه خدمات، يعني نعلم ان هناك فئات سنيه متعدده طبعا للاطفال حتى تستقبلهم الاكاديميه، ولكن ماذا عن برامجكم في الاكاديميه؟ والله عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني الشعار اللي احنا واخدينه او السلوجن اللي احنا واخدينه يو هاف ذا رايت تو دريم، يعني ان كل لاعب من حقه او كل انسان من حقه انه يحلم. بالتاكيد ان مش كل الاعداد الاولاد، يمكن شفتوا بعض الاولاد ان هم يا دوب بيشاركوا بس مشاركه فعاله او مشاركه رياضيه، انما بالتاكيد مش كل العدد هيطلع لاعب محترف او لاعب كويس، انما على الاقل ان احنا بنعمل شيء، لان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بشيء مهم جدا وشيء اساسي هو ان انا لاعب كوره. يعني انا حاسس ان دي نعمه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اديها لي، لان الكوره هي بتكون شخصيه وهي حياه بشكل خاص، يمكن اللي يعرفها هو اللي عايش فيها، ان الكوره بتربي شخصيه، بتعلم القرار، بتعلم كمان انك انت يكون عندك عزيمه واصرار، بتعلمك صفات اراديه الحقيقه وصفات التزاميه مهمه جدا في الحياه. يمكن شخصيتي اتكونت من خلال الكوره، لان انا مثلا لو رجعنا بالذاكره كده ان انا سبت اهلي او بعدت عن اهلي من وانا عندي 15 سنه، الكوره هي اللي ساهمت بشكل كبير جدا في التربيه. فعشان كده ان الاهم بالنسبه لي من ناحيه طبعا الرياضيه والبدنيه ان انا الولد يكون مؤهل رياضيا ان هو يكون انسان رياضي اولا، ثم من الناحيه السلوكيه كمان مهم جدا، يعني بيحصل ربط ما بيننا وما بين الابهات والامهات في الناحيه السلوكيه بالنسبه للاعب او بالنسبه للولد الصغير،
والناحيه الثانيه بقى من الناحيه الاحترافيه ان ممكن لاعب او اثنين او ثلاثه او اربعه اساعدهم بشكل مباشر في ان هم يحققوا حلمهم او يحققوا هدفهم ان هم يوصلوا لارقى مستوى لاعلى مستوى بالنسبه للكوره ان شاء الله. نعم، وهذه هي الاهداف الساميه للرياضه نادر. عموما نادر، كما نعلم بان هناك في الجمهوريه المصريه العربيه العديد من الاكاديميات، منها اكاديميه مدعومه من قبل الحكومه كمدرسه الموهوبين التي تهتم ايضا باكتشاف النجوم منذ الصغر، ولكن اذا تحدثنا الان عن هذا الجيل الناشئ الجيل الصاعد، في السابق كانت هذه الهواية تمارس في الحواري هناك في مصر، الآن أصبحت الأمور مجهزة مع تطور الرياضة، أكاديميات، هناك ملاعب جدا مجهزة على أعلى المستويات، إذن الآن الفرصة سانحة لاكتشاف نجوم نادر. بالتأكيد، يعني يمكن هو ده الهدف بتاعي اللي أنا بسعى ليه، ان الكوره الحقيقه يعني ما حدش يقدر، يعني عمر المال، يعني انا يمكن اتعلمت في حياتي الكلام ده، ممكن انا حتى نشأتي كانت زي ما حضرتك قلت ان انا نشأتي كانت نشأة ريفيه في قريه، ما كانش حد مجهز لي اكاديميه عشان العب فيها، ولا مجهز لي مدربين على اعلى مستوى او حتى الادوات التدريبيه او ان الاهداف اللي بتترسم بنرسمها من خلالنا احنا عشان ولادنا، انما الموهبه ما بتتصنعش ابدا، الموهبه بتكون موجوده. كل اللي انا بعمله ان انا بجهز احسن شيء او احسن امكانيات عشان الموهبه تطلع بشكل كويس. يمكن على ما اظن لو رجعت للزمن وكان عندي التجهيزات دي، ان انا بدات التدريب بتاعي الاحترافي فعلا وانا عندي 4 سنين و5 سنين، وعلى فكره مش صغير السن ده عشان يبتدي فيها، انا فاتح الاكاديميه من 4 سنين و5 سنين، لان في صفات الحقيقه اداء حركه بالنسبه للحارس المرمى او بالنسبه للاعب لو ما اكتسبهاش في السن ده بيبقى صعب يكتسبها بعد كده. يمكن كان وارد جدا ان انا لو ابتديت التدريب الاحترافي بتاعي زي ما الولاد بيتمرنوا دلوقتي في سن صغير كان ممكن المستوى بتاعي يكون افضل مما كان. طبعا بشكر ربنا على المستوى اللي وصلت ليه، انما كل اللي انا فيه زي ما بقول لحضرتك ان انا بعتبر الولاد كلهم زي ابني، وفي نفس الوقت كمان ان انا عايز اديهم كل اللي انا اتحرمت منه ومن وانا صغير، عايز اديه لهم، وبعد كده بقى اكون ان هم يوصلوا كلاعبين محترفين او لاعبين كبار، فدي حاجه ترجع لهم، لان زي ما بقول لحضرتك الموهبه عمرها ما تتصنع، لان احنا بنشوف لاعبين كبار على مستوى العالمي وتلاقي اولادهم مش على نفس المستوى الفني او المهاري بتاعهم، انما يعني كل اللي انا بعمله ان انا تفضل يعني كنت اريد ان اؤكد على كلامك انه الاكيد انه الموهبه هي لا تصنع، يعني انت اذا عشت هذه الظروف الصعبه يبقى تجربتك الاحترافيه خير مثال على ان الموهبه هي الاساس. يعني لاحظنا كابتن نادر في التقرير الحديث عن وجود اطفال من جنسيات اخرى ايضا عدا عن المصريه، هناك ايضا من وجود من الفنانين لاحظنا في التقرير. ماذا عن الاقبال؟ يعني دعنا نتحدث على الاكاديميات، خاصه انه مرتبط بدرجه اساسيه بوعي الاهالي ومدى رغبتهم وايمانهم بضروره صقل هذه المواهب لدى ابنائهم ان وجدت اكيد. والله طبعا انا سعيد جدا بوجود جنسيات مختلفه في الاكاديميه، ممكن بحكم وجودهم في القاهره وحكم وجودهم في مصر، يعني ممكن يكون سمعوا عني او عن تاريخي كلاعب، فبالتاكيد بيبقى في مصداقيه ما بيني وبينهم، لان انا واخد الشعار التسويقي بتاعي هو الاخلاص والمصداقيه في العمل. يعني زي ما كنت الحقيقه وكنت حريص جدا على شغلي وانا كلاعب، ان انا كان يعني ربنا سبحانه وتعالى موفقني ان انا يكون عندي اخلاص في شغلي ومصداقيه في شغلي، هي دي بتوصل للناس. ده عشان كده في جنسيات كتيره جت، في ناس كتير جدا بتوصل رساله. انا متاكد 1000000% ان اللي خلى قناه كبيره وقناه رياضيه كبيره زي قناه الجزيره تيجي تعمل تقرير هو مصداقيتنا واخلاصنا في شغلنا، لان احنا ما سعيناش، وفي نفس الوقت كمان بالتاكيد ان لازم نعرف الناس احنا بنعمل ايه، انما انا شايف ان اكبر جايزه للاخلاص، وده مش مجامله الحقيقه، اكبر جايزه للاخلاص هو طبعا اقدام الناس اللي موجودين دي والجنسيات المختلفه، وان ويكون في تغطيه اعلاميه من خلال قناه الجزيره، لان كتير من الناس بتعتمد طبعا مع كل احترام وتقديري على اسماء بعض الانديه الاوروبيه، وده شيء كويس جدا، انما علم التدريب هو واحد، انما طريقه التدريب او طريقه اعطاء التدريب هو اللي بيختلف. فكل الفئه ان انا زي ما بقول لحضراتكم يعني في بدايه كلامي ان انا بعمل تجميع لكل عناصر المجتمع بما فيها الابهات والامهات والاولاد والمدربين والملاعب، وبنعمل الحقيقه خلط كده ان احنا في الاخر بنطلع فيه مستوى كويس. نعم سيد نادر السيد، بالفعل بان علم التدريب هو علم واسع ولكل مدرب وجهة نظره
الخاصة، ولكن إلى أي مدى يقبل الشباب والأطفال على هذه الأكاديميات إذا وضعنا بعين الاعتبار بأن الأندية أيضا تقوم بجذب كبير وتقدم مميزات، تقدم رواتب حتى للأطفال والشباب لكي يكونوا في الأندية ليقوموا بالتدريب لكي تكتشف أيضا هذه المواهب، إلى أي مدى يقدم الشباب والأطفال على الأكاديميات وكذلك على الأندية؟ ألا تعتقد بأن الأندية ربما تستحوذ النصيب الأكبر من هذا الإقبال؟ والله ده اللي انا بتمناه الحقيقه، لان الانديه يعني عايز اقول لحضرتك الحاجه، الانديه ما عندهاش الوقت ان هي تربي نشء صغير، يعني هو الاول بتربي المواهب، يعني بتاخد الموهبه عشان تربيها، انما مش هتدي الفرصه لكل الناس. يعني خلينا نكون واقعيين، كل الناس بتحلم ان هي تكون لعيبه كوره، وزي ما بقول لحضرتك بدايه في كلامي لما قلت الشعار المرفوع في الاكاديميه انك انت عندك الحق انك انت تحلم، يعني فعشان كده هتلاقي حضرتك في نوعيات كتيره جدا، في ممكن لاعبين ممكن الاداء بتاعهم مش عالي قوي، ممكن عندهم زياده في الوزن، ممكن كل ده بنعالجه كمان، يعني بيبقى في الحقيقه برده نظام غذائي معتمد من حد من المتخصصين في التغذيه، نظام دكتور قوام عشان بيحافظ على قوام اللاعب او قوام الانسان الرياضي. وإنما الأندية الحقيقة مش هتدي الفرصة، في نوعين من الأندية، أندية بتاخد المواهب عشان في الآخر إن هي بتحطها في الفريق الأول بتاعها، أو أندية بتدي أسمائها عشان تعمل شكل استثماري أو شكل عائد مادي بالنسبة لها، إن هي تدي الاسم وتاخد فلوس بس فقط لغير مقابل الاسم. إنما المفهوم عندي أو المبدأ عندي مختلف، إن أنا بدي الفرصة لكل الناس، وكل الناس ياخدوا الفرصة سواء موهوب أو مش موهوب، ياخد الفرصة وبعد كده المواهب دي أنا اللي هوديها للأندية، مش هستنى الأندية إن هي تيجي تاخدها. يعني أنا بتمنى جدا إن أنا يعني يكون عندي، ويمكن ده حصل فعلا من خلال 3-4 عناصر كانوا موجودين وكانوا مميزين، بدأوا ما راحوش الأهلي أو الزمالك، إنما راحوا فرق زي طلاع الجيش، زي الفرق اللي لسه مستواها مش عالي قوي، إنما إن شاء الله في القريب إن شاء الله يكون في لاعبين مميزين يقدروا إن هو يكونوا في الأندية الأوروبية، أو ممكن الهدف بتاعي مش بس الأندية المصرية طبعا مع كل احترامي للكرة المحلية، إنما الهدف بتاعي عشان كده يمكن المجتمع اللي أنا موجود فيه طبعا مع كل احترامي وتقديري للمجتمعات الأخرى، المجتمع اللي أنا موجود فيه في الأكاديمية كلهم الأولاد الحمد لله أهليهم مثقفين جدا، هم مثقفين جدا، لازم يكونوا بيتكلموا لغة من اللغتين سواء إنجليزية أو الفرنساوي عشان يكون عندي الفرصة كمان، لأن أنا عايز كمان الحقيقة إحنا عندنا مشكلة، خلينا نواجه الواقع اللي إحنا فيه، إن اللاعبين العرب اللي بيحترفوا بره أوروبيا في بعض منهم، مش هقول كلهم، بعض منهم بيبقى عنده صعوبة في التكيف مع الجو الأوروبي أو الثقافات الأوروبية، انما لما يكون اللاعب اللي موجود في الاكاديميه عندي، طبعا انا مش بخسف حق ابدا اللاعب اللي هو زي ما حضرتك قلت اللي بيلعب في الحواري او في الشوارع، بالعكس ممكن يكون افضل كمان من اللاعب اللي بيتكلم انجليزي او فرنساوي او متعلم كويس، انما خلينا برضو نقول ان المجتمع ده برضو فيه مواهب، انما المواهب دي ما بتلاقيش المكان اللي هي ممكن تصعد او تطلع منه يعني، فعشان كده الحقيقه ان انا بدي الفرصه لكل الناس وبعد كده الموهبه هي اللي بتبين نفسها. نعم، عموما كابتن نادر السيد شكرا جزيلا لك، سعدنا جدا بلقائك عبر الجزيره الرياضيه، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا. بكرر شكري، شكرا جزيلا.